بوقت جميع القطاعات عم تتضرر بسبب الاوضاع الاقتصاديه الراهنه قطاع واحد بسجل ازدهار وهو قطاع الزراعه الذي يعتبر العمود الوحيد المتبقي من الاقتصاد اللبناني هالقطاع سجل نمو بنسبه 21% عام 2020 وقدر يصدر 626 الف طن من المنتجات الزراعيه والصناعات الغذائيه وادخل الى البلد 700 مليون دولار أرقام تعتبر مفاجئة بظل فقدين أو احتكار بعض السلع من الأسواق بالنسبة للدعم وطريقة الدعم الحقيقة فيها ظلم كتير وفيها إجحاف وفيها إذا بدك احتكار من قبل بعض التجار احتكار مش مقبول لازم يترشد هذا الدعم الهدف هو تخفيض كلفة الانتاج قطاع يلي هي الإنتاج يلي هي البذور والأسمدة والأدوية سبب غلاء أو فقدان السلع هو استغلال مشروع الدعم من قبل بعض التجار واحتكار المواشي المدعومة والأعلاف والكيماوي وبيعها بأسعار خيالية لمن يرغب اما الحجج وراء عدم تسليم المنتجات فهو تاخر مصرف لبنان في صرف الحوالات الماليه، هالامر دفع التجار الى عدم تسليم البضاعة على اساس السعر المدعوم لتفادي الخساره. اليوم معظم المستوردين ما عادوا سلموا حتى يقبضوا من مصرف لبنان وهيدي بتتاخر العمليه علما انه مصرف لبنان هو عم عم يدفع لكل المستوردين ولكن عم بيصير في تاخير شوي. انا دعيت وزير الاقتصاد كمان بدوره يعجل بالمعاملات لكل المستوردين لانه عم بيصير في تاخير بوزاره الاقتصاد وايضا قلت لوزير الاقتصاد انه ما يشيل من كوتا الزراعه ويحط بكوتا تاني، عم بشيل وزير الاقتصاد المبالغ ياخدها على المنتجات الغذائيه خلينا نقول، يعني كل شيء خصو بالسوبر ماركت من الضروري اذا منع الاحتكار والحرص على تسليم السلع حسب الاسعار المدعومه وزياده الاستثمار بالاراضي الزراعيه بهدف الحفاظ على القطاع شبه الوحيد اللي بفوت عمله خضراء الى البلد